السلام عليكم اليوم جيت نقدم لكم عرض على الشركه الايطاليه شوغان شكون هي شوغان هي شركه ايطاليه نشات في باغليتا في 2013 في البدايه كانت شركه مصغره بي ام متخصصه في صناعه العطور في 2015 انتقلت شركه شوغان الى عالم التسويق الاتجاري الشبكي وهنا كانت الانطلاقه استقرت شوغان في فرنسا وبلجيكا في 2018 حاليا تقوم شوغان بالتسويق الشبكي في أكثر من 26 دولة أوروبية وأضافت مؤخرا المغرب تونس والجزائر ضمن قائمة الدول المسوقة لتجارتها الشبكية في 14 مارس 2020 دشنت شركة شوغان أول مستودع لها في مدينة غانس في شمال فرنسا هذا الأخير يسمح بتخفيض تكلفة الشحن والتوصيل في مدة قصيرة تصل الى 48 ساعة تتمثل رؤية شوغان في صنع منتوجات باقل تكلفة تكمن منتوجات شوغان كونها طبيعية لم تختبر على الحيوانات يعني فيجان بدون بلوتان، بدون بارابين ومواد التنظيف معتمدة على المقاييس المحلية والمنتوج الابرز لشركة شوغان هي العطور المستخلصة من الأريج، يعني لا غانس، المنتجة من طرف الشركة المعروفة فراغورد وورد، التي تم شراؤها من طرف شركة سوزيو من مدة قصيرة المعروفة بعالم العطور منذ سنة 1758. فراغورد وورد هي شركة فرنسية مختصة في صناعة العطور المستعملة من طرف شركات عالمية. هي زعيمه بمنتوج جوهر العطر اللي هو ليسونس شوغان عندها نفس الاتفاقيه مع فراغورت اللي هي سوزيو حاليا لاقتناء جوهر العطر اللي هو لا عطور شوغان هي اصليه غير مقلده وغير مزيفه حيث التقليد يعاقب عليه من طرف القانون الفرنسي عطور شوغان مستوحاة من أكبر العطور العالمية كشانيل غوتشي إلى آخره مكونة من العطور العالية الجودة مثل جوهر العطر اللي هو ليسونس الكحول الطبيعي وبدون ماء علاش عطور شوغان مميزة؟ لخاطر تقعد بزاف في الجسم في مدة تتراوح من ستة وثمانية سوايع وفي الملابس تقعد اكثر من 48 ساعه ما يمكن نغسلوا الحوايج دي فوا تقعد الريحه لاصقه خلاصه العطر اللي هو ليكستري دو بارفان يقعد في الجسم من 6 ل 8 سوايع وتركيزه من 15 الى 30 لو دو بارفان يقعد في الجسم من 4 الى 5 سوايع والتركيز ديالو من عشرة ل 14 لو دو تواليت يقعد في الجسم من زوج لثلاث سوايع والتركيز ديالو من ثلاثة ل 5 بالمئة كولون يقعد في الجسم ساعتين والتركيز ديالو من ثلاثة ل 5 اما بالنسبه ليزو بارفومي يقعدوا ساعتين والتركيز ديالهم واحد بالمئة تقترح شوغان عطورها للرجال للنساء للأطفال في قارورات تتراوح سعتها من 20 مليليتر 35 مليلتر 50 مليلتر و 100 مليليتر بالنسبة لقارورات الرجال هي سوداء والنساء بيضاء وكل عطر عنده رقمه الخاص اللي هو لا غيفيرونس تعرض شركة شوغان أكثر من 4500 منتوج طبيعي من الرأس الى القدم تتمثل في لعاب الحلزون اللي هو باف ديسكاكو الصبار اللي معروف بالفرنسية الوفيغا الأرغين اللي هو بالفرنسية لاغون الفحم الزيوت الأساسية مواد التجميل مواد التنظيف والمكملات الغذائية إضافة إلى المجوهرات النظارات السلع الجلدية ما هي أنواع توزيع تاشوغان شوغان عندها زوج مصادر تاع الدخل الاول هو بيع المنتوجات رايحين تربحوا نسبه مئويه من هذا البيع تقدروا تاني تكونوا فريقكم الخاص للبيع في النظام العادي لتوزيع العطور كاين عده وسطاء كالمنتج الاشهار بائع الجمله ممثل العطور اللي هو لو <applause> لتصل حتى المحل التجاري اللي هو بدوره ياخذ الربح ديالو لهذا كي يلحق العطر ليكم تخلصوه اكثر من 100 اورو بفضل نظام توزيع شوغان المستهلك يدفع غير ثمن المنتج والخبير الاستشاري اللي هو لو كيفاش نبداو العمل في شوغان حاجه سهله شوغان تطلب من كل من يريد الالتحاق بفريق شوغان شراء حقيبة عينة العطور اللي هي كيت دي دو بارفان كاين ثلاث انواع من الحقائب الاولى هي حقيبة ستين اورو متكونة من 42 عينة عطور يعني اشانتيون وفيها عدة الوان لكم الاختيار الحقيبة الثانية هي مزهرة يعني افلوغ قيمتها 65 أورو كذلك فيها 42 عينة عطور يعني إيشونتيون أما الحقيبة الثالثة سمتها 105 أورو فيها 127 عينة عطور يعني ديز ثاني تانيك فيها عدة ألوان نتوما اللي اللون اللي تحبوه ننصحكم تخيروا حقيبة 105 أورو لخاطر فيها كل عينات العطور هكذا كي يجيكم زبون يحب يشم العطر اللي يحبو يصيبو عندكم وهكذا ما تضيعوش الزبون وهذا يبقى رايي الشخصي انتم احرار في الاختيار ديالكم هذه الحقيبه يسموها الحقيبه المسافره لمالات فواياجوز وتجي فيها دي كاتالوج تاع ما احرار كيفاش تنظموا وتيره العمل ديالكم كيفاش يكون معدل مدخول الموزع لمنتوجات شوغان في التسويق الشبكي يكون حسب مرتبته ثاني عندو سلم ومراتب يستطيع موزع شوغان تحقيقها تدريجيا لوحده او مع فريقه السلم الاول وهو الموزع او استشاري شوغان باش يحقق هذه المرتبه يجب الحصول على 500 نقطه من بيع منتوجات شوغان سواء وحده او مع الفريق ديالو والمرتبه اللي تحصل عليها هي 4% على بالي دوك وش معناها النقاط النقاط هي عباره عن قيمه المنتوجات اللي المستشار التجاري نعطيكم مثال باش نبسط لكم اكثر 100 نقطه تتمثل في حوالي 125 اورو السلم الثاني وهو جونيور ليدر اللي لازم المستشار يدير 1500 نقطه نفس الشيء سواء وحده ولا مع نعم فريق ديالو زياده على الربح في البيع يتحصل المستشار على مكافأة مالية من طرف, من طرف الشركة تتقدر بحوالي 200 أورو والنسبة اللي يكون فيها المستشار هي 8% السلم الثالث اللي هو 12% اللي هو سينيور ليدر لازم المستشار يحقق 3500 نقطة وزيادة على أرباحه في البيع شوغان تكافئه بمكافأة مالية مقدرة بحوالي 390 أورو السلم الرابع اللي هو 16% اللي هو ثاني تيم ليدر لازم المستشار يحقق 7000 نقطة وزيادة على الأرباح يتحصل المستشار على مكافأة من طرف الشركة تقدر بحوالي 870 أورو السلم الخامس 20% اللي هو اميتيست لازم المستشار يحقق خمستاشر ألف نقطة زيادة على الأرباح يتحصل على مكافأة من طرف الشركة تقدر بحوالي ألفين ومئتين وربعين أورو السلم السادس لونيكس لازم يكون المستشار مع فريقه يدير خمسة وعشرين ألف نقطة زيادة على أرباحه من البيع يتحصل على مكافأة مالية تقدر بحوالي 4670 أورو السلم السابع اللي هو سافير لازم يكون المستشار دار مع فارقه خمسين ألف نقطة وزيادة على الأرباح من البيع تكون عنده مكافأة تصل إلى ثلاثة ألف ومية وربعين أورو السلم الثامن لغيبي. لازم تكون عند المستشار والفريق ديالو ميتين ألف نقطة وزيادة على الربح من البيع يتحصل المستشار على مبلغ مالي يقدر بحوالي 19.610 ألف وستمية وعشرة أورو السلم التاسع والأخير اللي هو ديامو هنا يكون دار المستشار مع فريقه ربعمية ألف نقطة وزيادة على ربحه من المبيعات يتحصل على مكافأة مالية تتقدر ب وثلاثين ألف أورو و 380 نجاح ديالك هو نجاح فريقك باش تحقق كل هذه الدرجات لازم يكون عندك فريق مجتهد وعنده أهداف وعند شوغان ما تكونش وحدك كاين فريق مؤطر ويجاوب على كل تساؤلاتك ويكون عندكم مجموعة خاصة بالعمل زيادة باش يكون عندكم تأطير جيد شوكان تخصصلكم تخصص دي مجانية يوميا عبر الابليكاسيون زوم ولا فلي لايف تاع الفيسبوك ننصحكم تحضروا هاد لي لخاطر جد مهمة تفهمكم مليح كيفية العمل والبيع كذلك كيفية تكوين فريق عمل كل شخص التحق بمجموعة شوكان نجح وتطور من روحه وصل إلى مراتب مهمة أنت تاني لك تسمع في يدك قادر تلحق لنفس المراتب اللي لحقوا لهم هاد الناس لهذا نعرض عليك الالتحاق بمجموعة شوكان مراكش راكش رايح تندم نتمنى راني جاوبتكم على التساؤلات ديالكم ونقول لكم راكم تضيعوا فرصة من ذهب لازم تآمنوا بنفسكم وماتخلوش الناس السلبيه تاثر عليكم و105 اورو تاع الحقيبه اللي حطيتوها باش تدخلوا المجموعه هي راح تجيب لكم الاضعاف المضاعفه ما تضيعوش هذه الفرصه اللي جات لكم حتى عندكم في الاخير نشكركم على مشاهده الفيديو ونقول لكم السلام عليكم